أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: نعلم من اعتقاد أهل السنة أن كلام الله بحرف وصوت، فما هو الدليل على أنه بحرف وبصوت؟ لأنه سمعه، لأنه يسمع، لأنه كلام يسمع، ونداء ناداه ربه وناديناه، والنداء لازم يكون لازم أن يكون بحرف وصوت. والكلام يتكون من الحروف، منين يتكون الكلام إذا؟ ما يتكون إلا من الحروف. والنداء، النداء منين يتكون؟ لازم من الصوت، ما هنا صوت ما سمع ولا سمي نداء. النجوى قربناه نجيا، لو ما هنا صوت ما سمعه موسى عليه السلام. يعني لازم يجي حديث إن كلام الله بحرف وصوت، هذا ما أخذ من الأدلة، أخذ من الأدلة، أو لازم يجي حديث إن كلام الله بحرف وصوت. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.